stocks are down or up or something. When news organizations cover stocks in this manner, it's known as market reporting, and very little good ever comes from market reporting. Sometimes it's even illegal. A reporter for Keijing Magazine, a top Chinese financial publication, came out with a public confession this week. The reporter, Wang Zhaolu, said, "I acquired the news from private conversation." يا نهار ايه اللي انت عاملاه ده يا تالا؟ بابي ايه رايك؟ ايه اللي ايه رايي يا حبيبتي؟ التليفون شافتك عارفه هتعمل فيك ايه؟ هتعمل ايه يا حبيبي؟ تالا الباسو كبير معاك. لوكا انت صحيت؟ صباح الخير لوكا. صباح الخير. انتوا مع بعض بقى؟ تلاقون معانا؟ لا لوكا. الو تعالي. الو شريك. الو يا بابي انت هتبوظ لي الرسم. روح لو انت في اوضتك. لا اوضته ايه؟ كفايه اوضتك يا حبيبتي. اتس اوكي. اعمل ايه؟ اعمل كده؟ قولي له اعملها ازاي؟ استعمل الفانسون النظيف. اهدى. دي خلاص. اوكي ثانك يو. كده؟ مش هتحط اي حاجه. فهمت فهمت. اهو. بابي هو انت ليه بقيت تنام في المكتب؟ ده امبارح بس يا حبيبتي. لا انت بقيت هنا في المكتب كتير. لا مش كتير ولا حاجه، بس امبارح كان عندي شغل كتير وما حسيتش بنفسي، لقيت نفسي نمت. تعالى حبيبتي انا غيرت المياه المره اللي فاتت، ممكن تغيريها انت المره دي؟ اوكي بس خدي بالك من بيعمله بابي عشان ممكن يبوظ لنا كل حاجه. ما تدخل تنام شويه، شكلك تعبان. لا عايز افضل معاكم شويه بس هسافر بالليل. النهارده مستر كامل كلمني عايزني ضروري. اوكي هسافر يومين وارجع. افتح يا عسكري الباب. مصطفى احمد، احمد تامر، السيد سعد، محسن مصطفى. ما عدا يا حاج، لا ما عدا، ما عدا، ما ينفعش يخش، ممنوع. سمير جمال بدوي. خش. السلام عليكم. ازيك يا حامد؟ وعليكم السلام. انا جبت لك دول معايا بس الحقيقه مش عارف بقى اذا كنت بطلت تدخين ولا لسه، وسبت لك كمان فلوس في الامانات يعني عشان لو حبيت تشتري حاجه. انت عارف كنت عايز اجي لك كذا مره بس كانوا مانعين عنك الزياره وانت في المستشفى، كنت مستني. مش انا عرفت مين اللي كان بيكلمني في التليفون؟ التليفون اللي قال لي على هدى ده واحد يعرفني كويس ويعرفها هي كمان كويس، واحد من اصحابنا القريبين. بس الغريبه ان انا ما عرفتش صوته، جايز وقتها كنت مركز في اللي قاله. انت ايه اللي فكرك بس بالموضوع ده؟ ما خلاص يا حامد دي حكايه خلصت وراحت لحالها من زمان يعني. بس هو عارف ازاي؟ السؤال الاهم، هو كان مركز مع اهلي؟ انت كده بتعذب نفسك يا حامد. انا ما صدقت انك رجعت السجن تاني يعني وسبت المستشفى، فاللي انت بتعمله ده ملوش. لا 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 ما تقلقش عليا، انا بقيت كويس. انا بس كنت عايز اقابل البني ادم ده وابص في عينيه واساله انت
ترى كنت مركز معاها ليه؟ شكر على السجاير يا سمير، بس ما تتعبش نفسك وتيجي تاني. أنا خلصت. Thank you, Mr. Akram. تفتكر لما تبص على سعر السهم ده كل شوية ممكن يغير حاجة؟ أنا بس بتابع. خافش، أنت حطيت خطة للخروج من الأزمة وانا فرضتها على المجلس كله. معنى كده ان انا وانت بقينا في مركب واحده، وانا ما بركبش مراكب بتغرق. انما ايه رايك في الحل اللي كان طرحه هشام؟ هو حل مؤقت يعني. ما تجاملش، المجامله في البيزنس خساره. ايه رايك في الحل اللي كان طرحه هشام؟ مركب غرقان، على آخر الأسبوع لما الأزمة تنتهي هيوصل لمجلس الإدارة توصية بإنهاء عقد هشام كإكزيكتيف دايركتور للمجموعة. ابتداء من 1 يناير أنت هتحل محله، وأول مهمة ليك إنك تتأكد إنه ياخد كومبنسيشن كبيرة لما يسيب المجموعة، أكبر حتى من اللي موجودة في العقد بتاعه. أعتقد $1,000,000 مبلغ مناسب. مستغربش قوي كده، زمان كان في راجل انجليزي بيشتغل معايا قال لي حكمه مش ممكن انساها، قال لي when you shake someone's hand for the last time make sure you give him a good handshake. قول لي هتعمل ايه النهارده؟ مفيش، هشوف حد من صحابي قاعد هنا في لندن وبعد كده هروح ارجع الاوتيل. طبعا من حسابك نتعشى مع بعض النهارده. تمام، اكيد. مرسي، بعد اذنك. اكرم، يا ريت ما يجيش يوم تحطني في موقف يضطرني اشد على ايدك وانا بودعك، فاهمني؟ Sorry to keep you waiting, but I had to fit you in between other appointments. Sorry, my visit to London wasn't planned. The test results from your last visit show there's no physical reason for your lack of sexual activity. But I never reach an orgasm with my wife. You said that hadn't happened before. Yes.
This has just been recently. I mean, there's been no change in the condition since I last saw you. Do you have the same issue with other women? I don't have sex with other women. There may be a lack of desire, but there's no physical problem. But I love my wife. It may be an idea to consider marriage guidance counseling. As a doctor, I can assure you there's no physical problem. Excuse me. Can I get the glass of wine to the gentleman over there, please? Thank you. ازيك يا حبيبتي؟ انت في البيت؟ انت انا نايمة؟ انا بقيت الاكزيكتيف دايركتور للمجموعة. بكرة بالليل طيرت الساعة 7. أنا بفكر ما نروحش البيت، بفكر أحجز سويت في أوتيل، يعني نحتفل سوا، إيه رأيك؟ أوكي حبيبتي، هشوفك بكرة. باي. إكسكيوز مي. ايه يا نهار؟ ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ اصلي كنت مستنياك عشان اقول لك على اللي حصل. خير، حصل ايه؟ النهارده في المدرسه. في ايه يا نور؟ حصل ايه في المدرسه؟ اختاروا بطلة المسرحيه الجديده. واختاروا مين؟ للاسف اللي اختاروها عشان تبقى بطلة المسرحيه الجديده الفنانه الصاعده نور حامد. بس في مشكلة. ايه بقى؟ اسم مش فني خالص نور حامد ده. لا بالعكس، ده اسم حلو. لا بابا، هو انا لما اكبر هتخليني امثل؟ اه طبعا، لو حابة التمثيل هخليكي تمثلي. ساعتها بقى هقدر اختار اسمي الفني براحتي. طبعا. عارف هسمي نفسي ايه؟ نور سمير. بابا انت مش مبسوط عشاني؟ بالعكس يا حبيبتي، ده انا اهو اكتر واحد فرحان في العالم. ممكن تنامي بقى عشان عندك مدرسه الصبح. امتى بقى تقول لي نامي علشان عندك تصوير الصبح؟ انت بنامي علشان عندك تصوير الصبح. تصبح على خير. وانت من اهله. في ايه؟ مفيش. بحب ابص لعينيك. بلاش. وحشاني قوي. الكلام الحلو ده. تعرف انك حلوة قوي. بجد؟ قول لي بقى في ايه؟
من ساعة ما رجعت وانت فيك حاجة متغير. صحيح انا سافرت يومين بس، لما انت وحشتيني قوي. انت قبل ما تسافر ما كنتش بوحشك؟ انت بتوحشيني على طول. هو بس ليلة السفر أنا فعلا كنت تعبان من وقعة النادي. أكرم كنت. أكرم it's okay. There's no need for details. It's okay. أنت عارف إن عيد جوازنا الجاي هنتم 10 سنين مع بعض؟ عارف طبعا، عشان كده بفكر نعمل حفلة كبيرة. لا سيبها عليا. I already made plans. هنسافر بلد طول عمرك نفسك تروحها. هنروح الهند. بحبك. أنا بحبك. تشربي حاجة؟ أطلب واين. هنا ولا في الأوضة؟ زي ما انت عايز. خليها في الأوضة أحسن، مش كده؟ أوكي. طب إيه؟ نقوم؟ يلا نقوم. بعدهاشر مش كده؟ مش فاكرة انت اللي خدت. لا انت معاك مش معاك. مش معاك. بس انا متأكد انه 17. اه 17. أنا هكلم سمير يجي لنا هنا، توصلوني بعد كده يوصلك البيت. أنت رايح البيت صح؟ رايح البيت، بس أنت لو محتاجه ممكن أخد أنا عربية من الأوتيل. مش محتاجه قبل الساعة 5. نعم. أنت مبسوط؟ طبعاً طبعاً. وأنت مبسوطة؟ طبعاً. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا أكرم. صباح النور مستر هشام.
أنا راجل عملي يا أكرم، وعارف إنها كانت جاية جاية. صحيح ما توقعتش إنها تيجي بالسرعة دي. مستر هشام حضرتك عارف أنا عارف إن مالكش دخل، وده كان هيحصل سونر أور ليتر. أنا أساسا كنت تعبت وعايز أستريح، بس للأسف ما جتش مني. جود لك، مبروك. ثانك يو. أيه يا هاني أنتوا فين؟ بكلم ينجي من الصبح عايزة أطمن على تالا. ها نزلوا خلاص؟ كويس، طب أنت فين؟ في إيه يا سمير؟ أنت إيه اللي مدخلك غلط؟ إحنا صح يا مدام نايلة. يعني كل الناس دي غلط وإحنا اللي صح؟ أيوة يا فندم، هما اللي داخلين عكس حضرتك. سوري، قلت لي أنت فين؟ طيب أجيلك. هاي هاني. هاي. ينفع كده؟ شغال جدا. ايه؟ هو مش البيلاتس ده بتاع المكتئبين؟ وانتي غيرتي رايك؟ قلت اجرب عادي. وانتي مكتئبه؟ لا ليه؟ عشان جيتي. سيلبريشن قلب بنكد وخناقه؟ لا كان كويس. باين قوي. هاو از تالا؟ وشي اوكي؟ نولي بليز، مش عايزك تزعلي من الكلام ده انا هقوله لك، بس تالا امبارح ما سالتش عليكي خالص. انا مش متاكد ما تخلص مدرسه هترضى تروح معاك ولا لا. يا حبيبي ما تغلاش عليك. طب قول لي انت جوجو عامله ايه؟ بتصل بيها ما بتردش، نايمه طول الوقت؟ انجي تقريبا ما اعرفش عنها حاجه، ما بشوفهاش تقريبا، بتنام طول النهار بتصحى طول الليل، مكتئبه زيك. Okay guys, let's start our exercise. I want to warm up our body. I want you to take your stretching band in your hand. Yes. ايه رايك فيها؟ The shoulder size, inhale here. على فكره شكلي كده هتبوظي كل اللي كنت بفكر فيه النهارده. لازم نبين لها ان احنا اصحاب بس. Stretch your band to the side. Inhale, exhale, go to the side. اجيب لك حاجه تشربيها؟ لا انا كده كده مروحه، مش عايزه اتاخر. يا سوني دلع. السلامه يا اخويا. الله يسلمك، انت طالع ولا ايه؟ لا مش طالع، هتمشى معاك اجيب سجاير. ما قلتليش عملت ايه مع صاحبك حامد؟ تقريبا عارف كل حاجه. عارف ايه بالظبط؟ عارف ان انا اللي كلمته وقلت له على مراته الله يرحمها. وهو يعني كان مستنيك تعمل له ايه؟ تعرف ان مراته بتخونه وما تقولوش؟ يا سوني كان المفروض ما اقولوش. الله، هو انت يا ابني كنت عارف ايه اللي هيحصل بعد كده؟ وبعدين على فكره انت عملت اللي اي صاحب جدع يعمله مع صاحبه. ثم يا عم نفرض ان انت ما قلتلوش وسبته على عماه، هتعيش طول عمرك بذنب صاحبك اللي كانت مراته. ما خلاص يا سوني، خلصنا، مش هنعيده من تاني. طب يا سمير اديك قلتها مش هنعيده تاني، قلقان ليه بقى يا اخي؟ عشان تقريبا كان بيهددني. هو ما قالش غير اللي قلتهولك، بس انا خايف يكون شاكك في اكتر من كده. شاكك في ايه يعني؟ قال لي هو انت كنت مركز مع مراتي ليه؟ امسك! اه بتسلم عليك يا دكر! امسك يا دوده، امسكه امسكه! مين ده؟ مين ده؟ بالراحة 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 تريكة، بالراحة بالراحة على مهلك. لا مش قادر اجيب لك كرسي. لا 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 مش قادر كرسي يا سمير، دخلني جوه يا سمير. يلا ارفع من عندك شوية يا معلم، مش قادر. خلاص يا سمير. بالراحة بالراحة بالراحة. السلام عليكم. السلام.
روح عمر في رجله بس من ورا تعوير الجنب ده شويه. خدار استريح مره. خدار بس استريح مره. احكي لي كده احكي لي. ايه اللي حصل؟ مش قادر يا دكتور. دكتور. بقى روح اتلف على جنبك كده، اتقفل على جنبك كده. ولاد الكلب دول لازم نجيبهم. ولاد الكلب مين؟ تعرفهم؟ لا بس هعرف. مين كان عايز يسرق المحل اتريكا؟ معرفش، سوني هو اللي عارف. تعرف بنت اسمها دعاء؟ مين دعاء دي؟ ولا ما تستعبطش. في ايه يا سمير؟ ما انت عارف ان انا ماليش في الحريم. قصدي ماليش في الحريم الشمال يعني. انت عرفت منين بقى انها شمال؟ حد يجيب لنا ملح وجلوكوز. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançar. نركز مع بعض يا ست الكل. اللحمه تبقى متقطعه شرايح بالشكل ده وبايته في التتبيله من امبارح او على الاقل 6 ساعات. تغمزيها بالطريقه الجميله دي وهوب تقومي رميها في الطاسه. وعشان نجيب احلى تيست في العالم نحط عليه شويه عصير برتقال. ولو مفيش عصير برتقال يمشي، ما يمشيش طبعا عصير المانجا يا جماعه، غلط تماما، والا اللحمه تبوظ مننا تماما. رجعها تاني، ولو مفيش عصير برتقال ما تحطيش اي عصير. ومعانا تليفون ونقول الو. الو، مساء الخير. يا مساء الفل يا ست الكل، نتعرف بيكي. شيف شريف، انا معجبه بيك قوي بقالي 3 سنين وبحبك قوي. برضو ما تعرفناش على اسم حضرتك. انا اسمي دينا. دينا، حضرتك حلوه يعني. طب دينا معلش، ممكن تقولي لي وتقولي لكل الساده المشاهدين معانا النهارده انت لابسه ايه دلوقتي حالا؟ ومعانا تليفون تاني، مش وقته خالص يا ماما، بس يا دينا تقدري تسيبي رقمك في الكنترول وهنرجع نظبطك تاني. الو يا ماما. اخبارك ايه يا شريف؟ ازيك يا ست الكل، طمنيني عليكم. باكد عليك عيد ميلاد تالا، اوعى تنسى. لا طبعا، وانا اقدر انسى حاجه زي كده؟ انا اي حاجه ليك انت وتلاتيلو حبيبتي. طب معلش يا ماما، انا بتعشى دلوقتي، ممكن ارجع اكلمك تاني؟ ماشي يا حبيب، بالهنا والشفا. سوري يا حبيبتي بجد، والله العظيم نسيت خالص، هما يومين هنزل القاهره وارجع على طول. طب مش عايز تنزلي معايا تروحي تشوفي باباكي؟ طبعا عايز اشوف بابا لانه وحشني جدا، ونفسي اشوف طنط لانه عمري ما شفتها. ولا انت شايف ايه؟ وانا يا حبيبتي مش متفقين من زمان ان انا اعرفك على ماما لما تيجي الفرصه المناسبه؟ ايوه، ما الفرصه المناسبه دي اتاخرت قوي، انا خلاص ما بقتش عارفه هتيجي امتى يعني. طيب يا ستي، لو انت حاسه ان الفرصه مناسبه دلوقتي تعالي معايا. انت حاسس بايه؟ انا حاسس ان انت اللي المفروض تختاري ايدي التالة. اسند عليا، اسند عليا. روح. استنى استنى استنى. يلا يلا. شكرا يا ابو السيد. عفوا يا باشا. تدوم الرجوله يا معلم. تسلم لي يا ابو السيد، تسلم لي يا حبيبي. السلام ورحمه الله وبركاته. استنى، خش 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 خش. يلا. سمير ايدك بتغرز. احنا علاقتنا كده بقت خطر، وانا مفيش حد لبسني البنطلون غير ابويا. انت بتعملوا ايه؟ بس يلا. طيب عموما انا مواعيد الدواء مكتوب عندك في روشته، بس انا صورتها برضو عندي على الموبايل. ماشي يا اخويا، متشكرين. هتريح شويه على السرير؟ لا لسه بدري، مش عايز انام. طب تعالى، عايزك على مهلك. هو انا هفضل نايم على بطني لحد ما التعويره تخف ولا ايه النظام؟ وانت مالك مركب لي الوش الخشب طول الطريق اللي كده؟ في ايه؟ روح اقفل يا تريكا المحل اللي انت قفلته غلط ده بدل ما يتسرق تاني. قفلته كويس يا عم. روح يا تريكا. ماشي، على مهلك. بقول لك ايه؟ هكلمك افكرك بمواعيد الدواء، ها؟ خلي الموبايل جنبك وما تعملوش صامت. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا خالتي. يلا.
مين بقى دعاء دي؟ يا عم انت خضتني، انت دماغك مش ناوي تبطل القرف اللي بتعمله ده؟ انت ما كفاكش اللي حصل معايا؟ يا ابني اهدى يا ابني، اللي حصل دوت ملوش دعوه بال لا ليه؟ ولو اللي بينا الشركه والمحل وبس كنت قلت لك الحاجات الوسخه دي ما تحصلش في محل اكل عيشنا، وانت حر في نفسك. بس انت اخويا محمد والهاكينج اخرته وحشه وانت عارف، عمرها ما هترسى ان حد يعورك وبس. لا امال لو ما كنتش هارش الحكايه من الاول، وحياه اللي بينا يا شيخ ورحمه ابوك ما تخلينيش اندم ان علمتك حاجه في يوم من الايام تاذي بيها نفسك وتاذي بيها الناس. كفايه الحمل اللي على كتافي يا صاحبي. هتحلف على كتاب ربنا ان عمرك ما هتهاك موبايلات الناس تاني؟ يا سلام، بس كده يا اخويا؟ لو ده اللي يريحك حاضر احلف لك، بس انا مش متوضي يا عم سمير، هروح اتوضى واجي لك يا اخويا. هتحلف يا سوني؟ ولا لو عزت جلالة الله انفضها شركة كل واحد يروح لحاله؟ جرى ايه يا عم سمير؟ جرى ايه يا اسطى؟ هي عافية ولا ايه؟ احنا شرك على فكرة، هو كل حاجة هتمشي بمزاجك؟ وعهد الله ما هعمل كده تاني. ارتحت يا اختي؟ نايلة في حاجة مضايقاكي؟ لا. عملت ايه النهاردة؟ خرجت شوية. يومك كان كويس؟ عادي، كان عادي. أكرم، أنت في حد تاني في حياتك؟ إيه اللي بتقولي؟ لا طبعاً. ألا في حاجة مضايقاكي النهاردة؟ مفيش حاجة مضايقاني، أنا هدخل هاخد دش.